الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أحمدك يا ربنا حمداً كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في حكمه ولا مناوئ له في علو شأنه، هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأستاذنا ومعلمنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ساعات قليلة ويوشك شهر رمضان على الانتهاء، فاليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث عن الدروس المستفادة من شهر رمضان. أيها الإخوة الكرام، العاقل منا والفطن والكيس هو الذي لا يترك شهر رمضان يمر مرور الكرام دون أن يأخذ منه الدروس والعبر وأن نتعلم منه. فحديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل سيكون عن بعض من هذه الدروس. أول الدروس التي نتعلمها من الصيام أو من شهر رمضان هو درس المراقبة لله تبارك وتعالى. فالإنسان منا حينما يصوم تزداد فيه ملكة المراقبة لله رب العالمين. لماذا؟ لأن الصيام هو سر بين العبد وربه. لذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لأن الصيام هو سر بين العبد وربه. فبعض العبادات أو الكثير من العبادات قد تكون مرئية للغير، حينما تصلي أو تحج أو تتصدق قد يراك البعض، أما الصيام فهو سر بين العبد وربه. قد يخلو الإنسان في بيته والدار مغلق عليه أو الباب أو باب الغرفة مغلق عليه وأمامه ما لذ وطاب من الطعام والشراب، لكنه يراقب المولى تبارك وتعالى ويعلم أن الله مطلع عليه ويراه، فهو يمتنع عن الطعام والشراب لأنه يعني يشعر بمعية الله تبارك وتعالى معه، وهي مراقبة لله رب العالمين. ربنا تبارك وتعالى معنا أينما نكون، كما قال تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. ويقول أيضا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذا الصيام يربي وينمي فينا ملكة المراقبة لله رب العالمين. وفي الحديث الشهير الذي يرويه لنا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء جبريل عليه السلام في صورة سائل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأجابه النبي، لم نقول الحديث
بنصه اليوم لأن الوقت غير متسع، لكن نقول حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم أيها الإخوة الكرام، الإحسان هي درجة أعلى من الإيمان وأعلى من الإسلام، عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى أمامك. أذكرك والله تبارك وتعالى في السر وفي العلن، أن تراقب ربك سبحانه وتعالى في سرك وفي علنك، فإنه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى كما ورد في سورة طه، يعلم السر وأخفى، أي إذا كان هناك شيء أخفى من السر فإن المولى تبارك وتعالى يعرفه ومطلع عليه ويراه. نعم أيها الإخوة الكرام، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن الصيام يربي وينمي فينا ملكة المراقبة لله تبارك وتعالى. وهناك القصة الشهيرة حينما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتحسس أحوال الرعية بالليل، فسمع حوار بين الأم وابنتها، الأم تأمر الابن بأن تخلط اللبن بالماء، فرفضت الابن وقالت ألم تسمعي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي نهانا عن الغش ونهانا عن أن نخلط اللبن بالماء؟ فقالت الأم لابنتها إن عمر لا يرانا الآن، لكن الابنة تستشعر عظمة الله تبارك وتعالى وتستشعر مراقبة الله عز وجل لها، فقالت يا أمي إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر مطلع علينا ويرانا. وهنا سر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقول الفتاة، وذهب إلى بيته وجمع أبناءه وزوج هذه الفتاة لأحد أبنائه وهو سيدنا عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبارك الله تبارك وتعالى في هذا الزواج، فكان من ذريتهم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي صنفه المؤرخون بأنه خالص الخلفاء الراشدين. إذا أيها الإخوة الكرام، الصيام يربي فينا ملكة المراقبة لله تبارك وتعالى، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم درجة الإحسان فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا أيضا نتعلم من الدروس المستفادة من شهر رمضان؟ نتعلم أيضا درس التقوى، فالهدف من الصيام هو تحصيل التقوى كما قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا يا رب لعلكم تتقون. إذا التقوى هي الهدف وهي الغاية من الصيام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتقوى في كل أحوالنا، في السر والعلن، في الليل والنهار، في أي مكان أنت فيه، فقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، حيثما تشمل الزمان وتشمل المكان، بمعنى في أي وقت أنت فيه، في الليل أو في النهار أو في المساء أو في الصباح، تشمل أيضا المكان، في أي مكان أنت فيه، في بيتك، في عملك، في سيارتك، في سفرك، في إقامتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بليغا اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد قرأنا بعضا من آيات التقوى التي أمرنا بها المولى تبارك وتعالى، فقد قرأنا منذ قليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقد عرف الإمام علي رضي الله عنه التقوى فقال التقوى هي الخوف من الجليل، الخوف من المولى تبارك وتعالى، والعمل بالتنزيل أي بالقرآن الكريم، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الرضا بالقليل هي صفة من صفات تحصيل التقوى، فهل وجدنا هذه الصفات في أنفسنا؟
أيها الإخوة الكرام، الإنسان عليه أن يقيس نفسه، هل هذه الصفات فيه؟ إذن فهو تقي، إذن يفوز بالسعادة. إن المتقين في جنات وعيون، في جنات ونهر، في جنات ونعيم، إلى آخر الآيات التي تدل على ما للمتقين من أجر وثواب. إذا قسنا صفات التقوى، ربنا تبارك وتعالى يقولها في القرآن الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم بدأت الآية الثانية تعدد صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والقاسمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الصيام يربي فينا ملكة التقوى، الصيام يربي فينا ملكة المراقبة لله تبارك وتعالى. ماذا أيضا من دروس نتعلمها؟ الصيام يعلمنا كيف نتحكم في شهواتنا. نعم أيها الإخوة الكرام، لأن الصيام هو حرمان بالجوع، والصيام في الإسلام ليس معناه فقط أن نمتنع عن الطعام والشراب فحسب، لكن الامتناع عن كل ما يغضب المولى تبارك وتعالى. من لم يدع قول الزور ولا العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن الصيام يربي فينا ملكة التحكم في النفس. الإنسان لابد أن يجمح أو أن يقبح جماح شهواته وأن لا يترك العنان لنفسه. لذلك الإنسان المدرب دائماً لا يكون إنسان قوي. ويقولون يعني في الأمثال بأن الطرق السهلة لا تصنع قائد أو صائب جيد، لكن الإنسان حينما يقابل الصعاب يكون إنساناً قوياً يعتمد عليه. لذلك العرب في القديم يأخذون أبنائهم يتربوا في الصحراء حتى يصبحوا أقوياء وأشداء ويصيروا رجالاً معتمد عليهم. فالصيام يربي فينا ملكة التحكم في النفس. أيضاً أيها الإخوة الكرام، درس آخر نتعلمه من الصيام ألا وهو الصبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو شهر الصبر عن رمضان، والصبر ثواب الجنة. وربنا تبارك وتعالى وعد الصابرين بأنهم سيوفون أجورهم بغير حساب، فقال تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، إنه كرم من عند الله تبارك وتعالى. والصبر أنواع: صبر على البلاء، وهو ما ينزل بالإنسان من مصائب أو بلايا أو ابتلاء من المولى تبارك وتعالى أو بلاء من المولى تبارك وتعالى. وهنا ربنا يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هناك صبر على الطاعة، لأن يعني غالبا الطاعة تكون ثقيلة على النفس. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الأشياء اللي فيها شهوات ومحببة إلى النفس يعني هي تؤدي إلى النار والعياذ بالله. أما العبادات فيكون فيها شيء من المكاره، فالصبر على العبادات هو نوع من الصبر، الصبر على المعاصي أيضا هو نوع من الصبر. فالصيام يربي فينا وينمي ملكة الصبر الذي وصفه المولى تبارك وتعالى بأن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمعنى أنه شيء هام. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. إذن من الصيام نتعلم التقوى، نتعلم مراقبة الله تبارك وتعالى في السر وفي العلن، نتعلم كيفية التحكم في شهواتنا وفي أنفسنا، نتعلم درس الصبر، وكلها دروس مهمة في حياتنا لنفوز بالسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، أريد أن أذكركم وإياي بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاع من التمر أو صاع من الشعير على كل حر، على الحر والعبد، الذكر والأنثى، الصغير والكبير من المسلمين، كما ورد في الحديث الذي يرويه لنا سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
إذا هي على كل إنسان، هذه تختلف عن زكاة المال، تختلف عن زكاة التجارة، تختلف عن زكاة الزروع. لها ميزة وهي أنها مفروضة على كل إنسان صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مسافر أو مقيم، حتى الغني والفقير أيضا. والفقير الذي عنده قوت يومه أيضا يخرج الزكاة، والزكاة كما علمنا أو زكاة الفطر كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، أي بالنسبة للفقراء والمساكين أغنوهم عن السؤال. فصدقة الفطر هي طهرة للصائم من اللغو والرفث والرفص، كذلك هي طعمة للمساكين كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومقدار زكاة الفطر هي صاع من التمر أو صاع من الشعير أو من قوت أهل البلد، لكن الإمام أبو حنيفة يسر الأمر وقال لأنه يجوز أن نخرج القيمة مالاً تيسيراً على الناس. إذ أنا إذا أعطيت إنسان كيساً من الذرة أو من القمح فماذا يصنع به؟ وخصوصاً أننا في المدن يحتاج إلى طاحونة وإلى عجانة وإلى فرن أو تنور أو غيره حتى يعد الطعام، لكن تيسيراً أو اختلاف الفقهاء هو تيسير على المسلمين. يعني أخذ أبو حنيفة أو رأى أبو حنيفة أن نخرج القيمة، لا بأس في أن نخرج القيمة مالاً. وقد حدد الإخوة المسؤولين أن القيمة تكون 5 جنيهات عن الفرد الصغير والكبير أو كل ما تعوله، لذا يستحب إخراجها قبل صلاة العيد كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. شيء هام أيضا أيها الإخوة الكرام نذكر به أنفسنا، ألا وهو في شهر رمضان بدأ الكثير من الناس والحمد لله المداومة على الطاعة. حينما ينتهي شهر رمضان تجد المساجد العدد فيها نقص، لابد أن نداوم على الطاعة، لأن رب رمضان هو رب كل الشهور. رب رمضان هو رب شوال وذو القعدة وذو الحجة ورب كل الأيام. إذ حين الإنسان حينما بدأ يعود إلى ربه ويتوب ويكثر من الطاعات في شهر رمضان عليه أن يستمر وأن يداوم، يكون شهر رمضان نقطة انطلاقة إلى التوبة وإلى الرجوع وإلى عمل الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم من كل الإجابة.